الاخرانية اللي استنستوا بها الناس الكل ما تكون كانت بارة اليوم مع شيف مي بن عيسى. شيف معنا بتليفون. الو عسلامة شيف. اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين كفافه من كل ونسلم عليك بكل تحيه كبيره ليك. شيف شو احوالك؟ والله الحمد لله في خير ونعمه والحمد لله على كل حال. الحمد لله يا ربي. عامله فيك شويه سخانه شيف؟ ها الحقيقه سخانه عامله في الناس الكل. عامله في الناس الكل تكاوس. نعم لبس لبس بقدرة ربي لبس. يلا نشوفوا شنو العشاء الليلة اللي باش فرشكنا الأمور وكل باش نسينا في تعب نهار كامل، خدمة ستريس قضية دار سخانة سيغتو. شنو باش نتعشاو الليلة توتسويت مع الشيف أمين في دبارة اليوم. دبارة اليوم دبارة اليوم. أيوا شيف شنو دبارتنا الليلة؟ والله حاولت اليوم نعمل سلايسة كي تحفونا اللي هي سلاد ماكسيدوان. نعمل سلاد ماكسيدوان باش تكون ناخذ كعبة بطاطا نحطوها مربعات، ناخذوا كعبة سنيرة كيف نحطوها مربعات خشرة مربعات، نحطوا معاها هنا كان فما عندنا ديزاريكو فير معناها لوبيا خضراء موجودة كانش موجودة كثيرة السنيرة والبطاطا هذوما كل اللي طمطم بعد ما يطمطم نحيوهم. شو نعملو لهم باش ناخذوا مغيفة مايونيز نحط فيها شوية عيبة تكون ملحية ومعها ملح وفلفل أكحل ومسكين زيت زيتون خلطوهم كل نجريوها هذه مغرفة المايونيز وخلطوها في سلايسة هذه كل بها ومن بعد نحطوها في صحن بيه تبرد مع نزينهم شوية سن عيبة زيتون تكون عنا إن سلاد ماكسيدوان مزيانة برشا. بيه برشا شهيتنا في السلاد ماكسيدوان. هكا اسمها شيفة جديد عليا جديد عليا الحق ما ظهر فيها بينا. دايو خليني نقول زاد المستمعين ينجموا يلتحقوا بينا في المشاهده على ستريمينغ لايف راديو كاب بوان تي ان على باج فيسبوك الانستغرام اليوتيوب راديو كاب اف ام بي. هذه بالنسبه للانترين تاعنا شيف، سينو في السويت شنو عندنا؟ السويت والله حبيت زاد كيف حاجه خطيفه في التونسيه عشاء بالمرقاز. اي بابا يا بابا على عشاء بالمرقاز يا شيف. اي كيفاش نطيبوها العشاء؟ مزيانين تعمل 66 كيف بس نقصوهم ياخذوا كعبة مزيان نقصوهم على اثنين ولا على ثلاثة نقليوهم شوية شوية في تونة في مقلة في طولة نقليوهم ونحيو كعبة المرجيز هذوك من بعد نحيوهم ونقليو في الزيت تاع المرجيز هذاك. اش باش نعملوا في كيف باش نحط مغرفة طماطم غير فهريسة عربي نقليوهم في الزيت هذاك مليح 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 بشوية مرجيز نعملوا عليهم كعبة ثوم اما كعبة ثوم شو نعملوا لهم مش بس نرحيوه لا بس معناها ننزل عليهم بيدينا شويه كي ونرحيوه في وسطهم يتقليوا مع الثوم وكل شيء. بعد ما يتقليوا باش نبداو نمرقوهم بشويه ماء نمرقوها بشويه ماء نخليوها صوص خاطره. نخلي فما صوص خاطره ناخذوا كعبه مرقيز نعاودوا نرجعوها ونفوحوها ملح وفلفل نخليوا تابل وكرويه وشوفوا زينه. هذيك تبدا صوص عندنا حاضر. باهي. ياخذوا حار عظم تقطعوها في هيكا تقطعها لهنا كيفاش تكون تقطيع العظم مش هكاك ديروا السموح حتى تنزل من ناحية اللقطة نكسر كعبة العظم نحطها في كيس هكا يصير ونصب الكيس في وسط المقلة ومن بعد من فوق نرش عليها شوية ملح وفلفل أكحل كل عظمة نحط عليها ملح وفلفل أكحل تكون عندنا عائلة من الجير تعمل تسخين فيه حاجة بركة. شوفوا مين دبروا خبز السخون البركة تكمل مريقله 100% 100%. واضح شيف مع قرينة فلفل بر العبيد من فوق وكعيبة العظم هكا يبداو خاصنا كان نحبهم مروبين شويه شيف يبداو على كيف كيفك. لغلا نذكر زاده ان النجمه يلتحقوا بينا مره اخرى في المشاهده والا زاده يلقاو الغوسيت للكل على باش فيسبوك. به هذا بعد السلاد ماشين دواز نتاعنا بعد العجيجه بالمرقيز حاجه تعمل 66 كيف. شنو باش يكون عنا في ديسير شيف للسهريه لليله والفطور غدوه الصباح سيغتو محضرنا انت سيربريز في ديسير شيف؟ ها يلا شنو ديسيرنا اليوم؟ محضر هي تارتو فرويد، تارتو فرويد تكون فاسيل باش نعملوا تارتو فرويد ناخذوا 200 غرام فرينه 100 غرام زبده باش نفتتوهم كل مع بعضهم ومن بعد نلموهم بعض ما ننساوش من بعد ما نلموهم بعض ما السكر هنا باش يخلط خلوط اما باش يكون سكر احرف حتى باش تفتتوا نوعين في الفاس السكر الاحرف اليوم تاخذوا 50 غرام سكر احرف باش نلموها بها الفاس هذيك ناخذوا المولة تاع التارت نتاعنا ونبسطوها هكا في المولة التارت وندخلوها تسير 50 درجة لمدة 20 دقيقة ونخرجوها تكون عندنا الفوندو تارت حاضرة
تحضروا له كريم سهلة ياسر. أما الكريمة دي بتكون كان بالفارينة مرة هي بالفارينة اللي هو بناخده 4 كيلو حليب أحط عليها 60 جرام سكر 40 جرام فارينة ونخلطوها مع بعضها مليح مليح. أما الفارينة بتاعنا مش يكون عندنا علبة دجلة موجودين في الدار علبة دجلة باش نقصوهم هكا دي كيلو صغار ونرميهم في وسط الكريمة هذيا ومن بعد نصبوها كل وسط الفون دو كارت هذيا تكون كريم باتيسير على فارين ويكون فيها الدجلة. اللي يحب يزينها بالغلة اللي موجودة في الدار يعمل طريقة الفارينة هذيا مع الغلة راهو عادي جدا. احنا قاعدين نبدلوا في لي ريسيت بس اللي موجود يزغي في الدار ومش لازم ديما معناها نعرف الكريم باتيسير ولا الكريم نتاعنا يمشيو كان بالبودرة كريم اللي هي اللانشي ولا لازم نعملوها حتى بسميد الجوي وفلا. وهذا الشيف أمين اللي استنسنا به باللي موجود عنا في الدار لازمنا نعمله حاجة بينا وتعمل 66 كيف به. هذا بالنسبة للديسير شيف كمال الديسير كمال الديسير كمال الديسير طارت السروي اللي هي بالدقلة معناها السروي كان الغلة اللي هي الدقلة أما الدقلة مخلطة مع الفريم الدقلة مخلطة مع زادة مع مع الغلة اللي موجودة عنا في الدار شيف دونك حاجة تعمل الكيف التخت فخوين تاعنا بالنسبة لدبرتنا لليلة. شكرا ليك شيف أمين يعطيك الصحة ميرسي بوكو شيف عايشك بارك الله فيك وان شاء الله في رسالتك ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك شيف دونك نتلقاو في موعد جديد من دبارة اليوم. شيف أمين بن عيسى كان معنا توت سويت في دبارة اليوم. دبارة اليوم كما العادة والعويد استنستوا بالدبارة اليوم مع شيف أمين بن عيسى موجودة أوفيسيلمون على الباج فيسبوك متاعنا راديو كاب فيم على الانستغرام ولا حتى على اليوتيوب. زادا نخلط معكم هكا إلى نهاية حصتنا بالنسبة لليوم. شكرا لي كمال بن سليمان على الإخراج التقني ورقمي التحق بينا ديجا علي المديني في ساعتنا الثانية من ديتش بارتي. شكرا لك علي المديني على الإخراج التقني والرقمي. شكرا لكافة الفريق الكل فريق كاب فيم الكل كان معكم بهاء بالخير في العديد وفي التقديم. نتلقاو ان شاء الله غدوة في موعد جديد موسيقى جديدة وبرشا حاجات حلوة تستنى فيكم الناس الكل. للديديكاس وصوتكم ديما على 72 280 300 ولا بتبيعها تبثهمنا على باش فيسبوك راديو كاب فيم على الانستغرام ولا اليوتيوب. زاد اخترنا لكم موسيقى النهاية بالنسبة للبيتش بارتي لليوم تكون مع بلتي مخصو مزيان اكستخي مزيان برشا تراك عمل قلب الدنيا الكل نحكيه على الو. تصبحوا على خير الناس كل لكم زينة في لمنا.